أهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الكرام، ولأن الفن الحقيقة هو سفير لأرواحنا لعالم أبعد من اللي احنا بنعيشه بكتير، وأيضا كمان بيخلينا نتعايش مع حالات ممكن إن احنا ما نصادفهاش، يخلينا يعني نبحر في أماكن ما دخلناهاش، نعرف حاجات ما كناش نعرف عنها أي حاجة خالص. دي رسالة الفن، رسالته طبعا أعمق من اللي أنا بقوله ده بكتير، لكن هي دي يعني ده ممكن تعريف بسيط عن الفن، خصوصا بقى لما يكون الفن ده بيتكلم عن تجربة إنسانية وبيعمق كمان هذه التجربة، بيخلينا نعيش معاها، نفهم نوعية معينة من الناس أو من مأساة معينة أو من تجربة أيضا كمان معينة. بيبقى الحقيقة بيبقى دوره رائع جدا، وبيبقى كمان جدير بأن هو يمثل مصر ويمثل أيضا كمان اتجاه معين في الفن في مهرجانات مختلفة، زي مهرجان اسكندرية مثلا الأفلام القصيرة، وده مهرجان كبير جدا وتاريخي وله أيضا باع رهيب وكبير قوي في مجال الفن. الموضوع بتاعنا هو حدوتة جميلة، أو ده اسم الفيلم بتاعنا على فكرة، وضيفنا الكريم هو مخرج هذه الحدوتة. الحدوتة عبارة عن إيه ونطاقها إزاي وتفاصيلها بقى، وكمان دخوله في هذا المهرجان الكبير، كل دي تفاصيل هنعرفها من ضيفنا الكريم أستاذ فكري إبراهيم سلمان، مخرج فيلم حدوتة جميلة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. مشرفنا ومنورنا، والحدوتة دي احنا عايزين نعرفها من حضرتك بالطريقه اللي انت عايز تحكيها. دايما بيقعد تمام. المخرج يقول انا مش عايز احكي كتير، مش كده؟ زي ما يتراءى لحضرتك ادينا نبذايه كده صغيره وهنشوف بقى شويه برضه صغيرين. تمام. طيب، اتفضل. اتفضل. هو ده كان مشروع تخرجي، كنت بدرس دبلومة السينما في الجامعة الفرنسية، ده كان مشروع تخرجي. أنا في البداية كنت حابب أتكلم عن الناس المختلفة عامة، يعني الناس اللي عندهم حاجة مختلفة في حياتهم، مش حد بعينه، وما نعم. كانش عندي أي تعامل مع الناس اللي عندهم داون سيندروم أو متلازمة داون، لغاية دي بطلة الفيلم عندها عندها متلازمة داون داروين. بالظبط. طب بص بقى، قبل اتفضل. ما نتكلم بقى وقبل ما ندخل في أي حاجة، احنا هنشوف كده جو الفيلم، مش هنحرق الفيلم كله على فكرة، هنشوف بس جو الفيلم ومشاهدينا الكرام يشوفوه معانا، ونرجع بقى نعرف التفاصيل من أستاذ فكري. عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، لا 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 لا، عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، لا 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 لا، عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا. لا 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 بنت خلاص يا بنت خلاص، لا 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 لا. بعدين المفروض حضرتك من اكتر الناس مؤمنين بجميله. استاذ منير، حضرتك عارف اني من اكتر الناس المؤمنين بجميله. لو حضرتك مؤمنه بيها فعلا ما كنتيش قلت لي انقلها من مدرسه عاديه لمدرسه متخصصه لمجرد انها مختلفه. ايوه قلت، ولسه عند كلامي، انا مش هقدر اشوفها بتعاني وانا واقفه اتفرج. على فكره ده ممكن يعقد حالتها. بنتي زينة كانت داون، كانت بتحب الكمانجة جدا، بس مفيش ولا مدرسة مزيكا راضية تقبلها، حتى المدرسين الخصوصيين قالوا الموضوع ما ينفعش. من ساعتها بقيت بشوفها على طول حزينة ومش زي الأول. زينة توفت وهي عندها 10 سنين. بعدها أنا فتحت المركز ده. أنا آسف، آسف جدا يا أستاذة ياسمين، آسف. بس برضه جميلة من حقها تحلم، تحلم زيها زي أي طفل عادي. زي ما حضرتك تشوف. عن إذنك. أنا آسفة، لو سمحتي يا بابا، جميلة بنتي، ولازم يكون عندي علم بكل اللي بتعمله جميلة، بناءً على ظروفها طبعًا.
مامي خفتي تضايق عليا. مش اختيار عيش حياتي بنظرة تانية، ولا كان بيدي اشوف حياتي طيف خريف، كل اللي فات مني حسبتي. مرة تانية برحب بحضراتكم وكل مشاهدينا الكرام. طبعا دي ملامح كده من فيلم حكاية جميلة، وهنعرف أكتر كمان من خلال ضيفنا الكريم أستاذ فكري إبراهيم سلمان مخرج هذا الفيلم القصير. جميلة هي بطلة الفيلم، هي عندها متلازمة داروين. قول لنا بقى الموضوع جه إزاي بقى؟ طيب هو الموضوع أن أنا كنت حابب أتكلم عن الناس اللي عندهم اختلاف، يعني الناس المختلفين. بالصدفة ليا صديقة شغالة مدرسة للحالات اللي هي الحالات الخاصة، سواء داون أو توحد أو الحاجات دي. فكانت حكيت لي حدوتة، يعني حدوتة حقيقية عن أب وأم انفصلوا لما عرفوا أن بنتهم داون، وهم الاتنين اتخلوا عن البنت. فبصراحة الموضوع يعني اتأثرت بالموضوع، فقررت أن أنا هتكلم على ده، هاخد الحدوتة دي وأعملها فيلم. يعني طبعا عملت لها معالجة درامية، بس كان عندي المشكله ان انا شخصيا بشكل شخصي ما اتعاملتش مع الناس الداون دول خالص في حياتي يعني. بس فكتبنا الفيلم، وكان عندي دايما تخوف اني هل البنت هتقدر تمثل، هل هتقدر تحفظ، هل في قدره على ان في مشاعر مختلفه التمثيل. انا بضحك بعيط فرحان زعلان، فهل هتقدر تعمل ده؟ بس هي يعني وانا بصور بقى ندمت ان انا ما كتبتش اكتر. يعني وانا بكتب الفيلم كنت دايما لا انا مش هكتب كذا، يعني هكتب اقل من كده عشان ده تقدر تعمله. اشتغلنا 4 شهور بروفات بس، وساعه التصوير يعني انا كنت قاعد ما كنتش مصدق ان هي فعلا قادره تعمل ده. بس انا يعني عايز اقول حاجه بس، طبعا اول يعني في 5 بس انا حابب ان انا اشكرهم على الموضوع ده. طبعا هيا بطلة الفيلم، هي جميله جميله هي جميله فعلا، لان هي تعبت معايا كتير. هي تعبت يعني هي تعبت اكتر مني صراحه، لاني طبعا هي كانت المفروض تشتغل عدد ساعات معين، اشتغلت اكتر منه بكتير. اشكر بقى باباها ومامتها، لاني يعني اعتقد كانت جرأة كبيره قوي من 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 يعني من الاب والام ان هم يخلوا بنتهم تقوم بالتجربه دي. وخصوصا ان هو الفيلم بعيد عن حياتها الشخصيه تماما، يعني هم هي دلوعه بابا وماما ومش عارف ايه، فان احنا هناخد البنت وهنخليها تعمل حاجه بعيده عن حياتها، طبعا دي كانت جرأة منهم. والمدرسه، المدرسه بتاعت البنت، لان هي تعتبر شريكتي في الموضوع من اوله لاخره. واخيرا موزع الفيلم، لانه تعب معايا كتير، محمد محب. ومهرجان اسكندريه للافلام القصيره، لانه فعلا كان مرحب جدا بان يكون في فيلم بيتكلم عن حاله انسانيه بالمنظر ده في المهرجان. نعم، انت عندك كده يعني حاجتين في منتهى الصعوبه. اولا انت اخترت حاله انسانيه وما هياش مرنه، وانت بتتعامل معاها وانت عارف انها مش مرنه، فبالتالي قلصت كلامها اللي هي جميلة اللي هي هيا، وتصورت انها هيكون الامر شاق عليها، لكن انت اتفاجئت بانها ذكية جدا وانها حفظت الدور واستجابت قوي جدا. فدي صعوبة، دي في حد ذاتها صعوبة، وانت لسه بتواجهها. انت بتقول ان انا ندمت ان انا ما زودتش دورها اكتر من كده. عندك صعوبة اخرى، يعني انا اتوقع ان تعمل حكايه وروايه ونسيج درامي متكامل الاركان في عدد دقائق قليل جدا، يعني طبعا ده فيلم قصير، فانت عندك حاجتين في منتهى الصعوبه. اتكلمت شويه عن هيا ودورها وكده، انا عايزه بقى الفيلم القصير ده حبكته الدراميه تختلف ايه عن الافلام الطويله؟ يعني طيب هو بمصطلح اكاديمي شويه، الفيلم القصير ان هو حدث حصل في وقت زمني معين وخلاص، يعني احنا ممكن او دي التيمة المتعارف عليها او الاكاديمية زي ما درسناها في الجامعة، اللي هو حدث مثلا حصل اني عملنا حادثة عربية فالخناقة مثلا. بس انا بشكل شخصي يعني بشوف ان الفيلم القصير زيه زي الفيلم الطويل، يعني هو الفن برضو موضوع نسبي. انا بحس ان الموضوع
مش احنا مش هنمشي على كتاب يعني. فانا بشوف اني لا، انا ممكن احكي اي حدوته انا عايزها في الفيلم القصير، بس بيكون عليا ان انا هي حدوته قد كده حصلت في سنه، فانا ازاي هقدر اوصلها لحضرتك في 10 دقائق؟ دي بقى انا ان ما قدرتش اعملها لا، يبقى التزم بالحدث اللي بيحصل في وقت معين، يعني التزم بالقاعده نفسها. طب استاذ فكري، تتوقع كده، احنا طبعا بره الملعب فمش عارفين، يعني تتوقع ان الاصعب ايه؟ فيلم قصير ولا فيلم روائي طويل؟ الاصعب في الفيلم في الاخراج وفي في الموضوع كله؟ لا القصير طبعا. هو الطويل اصلا، يعني هو الفيلم الطويل اصلا من وجهه نظري ما هو الا ان احنا ممكن مثلا نقول ان التجربه بتكبر شويه، لكن الفيلم القصير زي ما قلت لحضرتك عشان اقنع حضرتك بالحدوته واخليكي تتاثري بيها في 10 دقائق، انا سهل ان اقدر اقنع حضرتك في ساعه يعني او ساعتين، اقعد اقول لك باتخالتها وبتعمتها. قصدك ادواتك بتبقى كتير، ادواتك كتيره، لكن انا عندي عدد ممثلين محدودين، بيبقى غالبا مثلا 3 4 ممثلين في الفيلم القصير، عندي عدد دقائق محدود، عندي حتى المزيكا بتكون عندك محدودة. حاجه تانية بقى كمان مهمه، ان الافلام الطويله دائما ما بيلهس وراها نجم، النجم بيبقى لا حابب لك ما يحبش يعمل افلام قصيره. بالظبط، مش كده؟ وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا حتى عندنا ازمه في يعني عندنا هنا في مصر في ان احنا ما بنفهمش يعني ايه فيلم قصير، ما بنقدرهوش. يعني برغم ان في افلام قصيره على فكره بره مصر وجوه مصر اعظم بكتير ممكن من افلام طويله تكون موجوده، بس احنا لا، احنا فيلم يعني ساعتين، انا معلش انا مش هدخل سينما عشان 10 دقائق او 12 دقيقه. عشان كده دي مش في ثقافتنا خالص. عشان كده انا قلت لحضرتك بحب اشكر مهرجان اسكندريه، لان المهرجان ده سعى ان هو هيعمل يعني الدوره دي كانت في سينما، قاعه سينما. فان انا مخرج اعمل فيلم قصير بيتعرض في قاعه سينما، بالنسبه لي انا يعني دي حاجه، لان مفيش افلام قصيره في سينما. فان هو مهرجان قدر يوفر لي ده، فكانت بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا. شايفه يعني. ممكن احنا نعمل انعاش شويه لهذا المجال اللي انا شايفاه خصب جدا يعني. زمان كانوا بيحكوا لنا كده، يقولوا قبل الفيلم الكبير او الفيلم الاساسي كان بيبقى فيه جزء كده كرتون، مش كده؟ هل ممكن دلوقتي ان احنا نعمل ده، يبقى فيلم قصير ومعاه الفيلم الطويل؟ ممكن نعمل ده؟ طبعا يعني طبعا يا ريت. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، اصلا هي السينما لما بدات في الاول خالص كانت افلام قصيره، يعني السينما ما بداتش بافلام طويله، تاريخ السينما اللي بيطلع او للي درس احنا بدانا بافلام قصيره اصلا. يعني السينما قامت على ده، وقامت كمان على افلام قصيره جدا كدقيقه ودقيقتين وحاجات كده. فهو الاصل اصلا الفيلم القصير يعني من وجهه نظري. ماذا تاثيره؟ عاده احنا الفن بالنسبه لنا معول تاثير، تاثير الفيلم طويل بكل نجومه بكل كتاباته ومؤثراته وادواته بقى الضخمه دي، وتاثير هذا الفيلم هنقول عليه متواضع، هل تسمح ان انا ممكن اقول ادواته متواضعه؟ لا الفيلم القصير واضح، مش اتلات اسمح، لا مش متواضع، لا لا مش فكره متحيز، يعني هيبقى اقل طبعا في عدد عرضه، نجومه، احداثه، كل الحاجات تبقى اقل اقل. مدى تاثير بقى، انا عايزه التاثير، يعني انا عايزه الجمهور لو انت عايز تقنعهم بقضيه معينه، عايز تغير فكره معينه، هيكون اتجاهك لايه؟ لده ولا لده؟ هو احنا عندنا الاتجاه يعني على ما اعتقد بيكون على حسب ظروفنا، ده الطبيعي عندنا احنا. فطبعا اي حد يعني لو حضرتك سالت اي حد هيقول لك اتمنى اعمل فيلم طويل، بس حقيقه الامر يعني، وفي ناس بتاخد ان الفيلم القصير هو وسيله عشان اعمل فيلم طويل، انا هعمل 10 تجارب قصيرين عشان اعمل فيلم الطويل، بس انا بشوف ان هو منفرد بذاته. يعني ما فيش اقصد اني من وجهه نظري ما فيش مقارنه بين ده وده، انا في قصه معينه انا مش هقدر احكيها في فيلم قصير، فانا في قضيه عايز اقولها، قصه عايز اقولها، هعملها في فيلم طويل. احنا لسه في صناعه بنتكلم في لب صناعه الفيلم القصير اللي هو عندنا في مصر مش مدينه اهتمام قوي. طبعا فيلم زي ده اتكلف وفي انتاج وفي كده، احترت طبعا واحتست عشان تجيب انتاج يصرف على فيلم قصير. الصناعه دي محتاجه ايه؟ احنا عايزين نلفت نظر المنتجين الكبار، ازاي نقدر يعني نحمسهم انهم يتجهوا ايضا لهذا النوع من الافلام؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو مبدئيا الفيلم القصير
يعني بالنسبه لي انا مثلا كانتاج ذاتي ان انا هعمل فيلم ب 15 20,000 كانتاج ذاتي طبعا بالنسبه لي انا ده مبلغ كبير، وفي افلام اقل من كده كتير وفي افلام قصيره بتعدي ده بالمناسبه. بس اعتقد بالنسبه لاي منتج يعني انا المبلغ ده بالنسبه له هو بريك في يوم في فيلم طويل، يعني حرفيا بريك. فان انا لما بعمل حاجه زي كده ممكن الفيلم القصير ده يكون عنده فرصه في دخول مهرجان عالمي كبير زي كانوا اوسكار، وحصلت يعني اعتقد دي فايده كبيره جدا. وبعدين هي بره الافلام القصيره دي بتتباع للقنوات التلفزيونيه، يعني احنا طبعا عندنا في مصر ما فيش ده، بس هو بره القنوات التلفزيونيه بتشتري الافلام دي وبتعرضها، ده حقيقي. فاعتقد لا هو مكسب، يعني انا لما انا كمنتج لو انا هتكلم كمنتج لما اعمل فيلم قصير لا انا كسبت كتير اكتر ما اعمل فيلم طويل. يعني عملت فيلم طويل وزعته ونزل السينما جبت فلوس ووزعته في التلفزيون وكلفني كتير يعني، بس الفيلم القصير هي محتاجه جرأه ان المنتج يفكر بطريقه مختلفه، لان انت عارف ان احنا هنا واحنا في مصر بنحب القولبه قوي، نمشي ورا الشيء المعمول، نعمل الشيء المعمول، ما يبقاش فيه اي نوع من انواع اتجاهات مختلفه، يعني ما عندناش. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن في يعني ناس اساتذه كبار في المجال الفني دلوقتي يمكن من سنه الاتجاه ده سائد ان هم بدا يلفت يعني بدا يلفت نظرهم الفيلم القصير. طب كويس. بس بدليل ان في بعض المهرجانات السينمائيه ده حصلت الكبيره في مصر الحفلات اللي بيكون فيها افلام قصيره بتكون كامله العدد، والحفلات اللي بيكون فيها افلام طويله ممكن تكون مش كامله العدد زي القصير. بس اني منتج بقى يقول انا هنتج فيلم قصير لسه هي بتحصل، يعني هي واقعيا بتحصل بس ما بتحصلش على على يعني على على نطاق كبير. هنتكلم ايه اللي ممكن يفتح شهيه المنتج لفيلم قصير، بس طبعا انا عايزه اتكلم عن حدوته جميله في حد ذاتها. ايه اللي انت عايز تعالجه من خلال الفيلم ده؟ عايز توصل رساله ايه؟ طيب انا يعني الفيلم لما جيت وانا بكتبه في نهايته انا سبت النهايه مفتوحه، لاني في الاخر هو انا في الفيلم قدمت وجهات نظر المجتمع تجاه الناس دول من خلال ثلاث شخصيات اللي هو الجد والمدرسة والأم. بس في الآخر يعني هو إحنا كده، إحنا في المجتمع يا بنشجعهم يا إما بنشوف دول بقى أحباب الله بقى وحبايبنا بس مش ما يقدروش يعملوا حاجة، يا في ناس للأسف بتستعر منهم يعني أو بتشوفهم إن هم أقل مننا، برغم ده مش حقيقي خالص بالمناسبة. فانا حضرتك كنت اول الناس اللي كنت اتخدعت بهذه الرؤيه. لا مش اتخدعت، انا كنت قلقان، قلقان عشان انا ممكن اتعامل معاه بطريقه غلط فاذيه نفسيا، فانا يعني انا ده طبيعي في مسح انا لا يعني ده خط بس يعني لا هو الموضوع عكس كده خالص. فانا حبيت من الفيلم ان انا بعمل حاله من الحاله دي، انا بعرض وجهات النظر وفي الاخر هي بتاعتكم بقى، يعني انا مش هقدر اقول احنا لازم او مش لازم، انا وجهه نظري حتى انا وجهه نظري. هو الفيلم اتعرض ولا بيتعرض ولا هو الفيلم هو معروف ان الفيلم القصير بيكون ليه حاجه اسمها دوره يعني دوره مهرجانات. نعم. ليه وقت معين عشان يقدر يدخل مهرجانات فيه. هو كان اول عرض ليه في مهرجان اسكندريه. يعني اتعرض في مهرجان اسكندريه. اتعرض في مهرجان طيب اسكندريه. طيب الاصداء بقى ايه؟ كانت فوق ما انا متوقع. ياه. يعني انا بصراحه كنت قلقان جدا لان هي مش اول تجربه ليا، هي التجربه الثانيه، كان عندي تجربه بس كانت بسيطه جدا واقل من كده بكتير في امكانيات. بس التجربه دي بالذات كنت قلقان منها لاني انا عارف ان الموضوع كان صعب وانا ادركت ان هو صعب جدا. فانا الفيلم خلص يعني الحمد لله الحمد لله كان في الصاله في 5 سكسيهات، يعني فيلم 12 دقيقه بيسقفوا له 3 دقائق. فانا بالنسبه لي انا فعلا اتفاجعت يعني. طب بص، هي طبعا تجربه فريده ونماذج احنا بقينا بنشوفها كتير، يعني بنشوف اطفال كتروا عندهم هذه المتلازمه. العيب فينا ان احنا مش قادرين او ان احنا متخوفين قوي، خايفين عليهم بزياده فبنخاف ندخلهم في الحياه بزياده، فبالتالي ممكن احنا نكون سبب في تاخرهم العقلي او نموهم بقى المختلف بقى نموهم الفكري المعنوي. انت عندك اطر كتير انت بتهملها ليه؟ لان انت خايف عليه، فممكن من الخوف ما قتل يعني. ممكن يعني وانا اقول لحضرتك بحكم التجربه اني هم فعلا عندهم كتير جدا، يعني سبحان الله ربنا
يعني بياخد حاجه وبيدي مكانها حاجات أنا كتير. يعني كان عندنا يمكن دي ثالث نموذج الحقيقه انا بشوفها في منتهى الذكاء ومنتهى الحيويه وهي في الفيلم. كان قبل كده في اللي هو مش عارفه اسمه ايه بس هو ده عبر ده المانش يعني اكبر سباح دلوقتي وهو من متلازمه داون. وفي ايضا كمان في مش فاكره هي اسمها ايه لكنها دلوقتي بقت اعلاميه كبيره. اعلاميه كبيره بالظبط. يعني الله وفي اذكى من كده بقى. بس انا عايز احرضك على حاجه هو مش الداون بس يعني في التوحد في حالات كتير يعني في حالات كتير وفعلا ربنا بياخد حاجه وبيدي قصادها حاجات كتير. نعم. بس القصه اللي انا لاحظته بحكم تجربتي الصغيره طبعا لان الفيلم اتعمل في 8 شهور من البروفات للمونتاج. بس بحكم تجربتي هم بيحتاجوا ثقه في نفسهم. يعني هم بمجرد ما بقول له برافو هو بيديني كتير بقول برافو تاني بيديني كتير. كانت احيانا طبعا احنا غصب عننا برضو ما احنا بنقعد عنده اشياء مكتمله يمكن تكون مش عندنا احنا. عنده الاخلاص مكتمل عنده الاجتهاد مكتمل ولا وفاجئ حضرتك التركيز والحفظ والاهتمام. انا يعني حضرتك مثلا كلفتيني اعمل كذا مثلا لو انا هاي فانا وده حصل في البروفات اكلفها اعملي كذا مثلا فهي ما تعملهوش مثلا اي حاجه. طب خلاص اقعدي الميس هتعمله وهنتفرج عليها. تقلب الدنيا. لا طب انا ليه انا عندي مشكله ده فعلا كان بيحصل. لا ما عندكيش مشكله وتفاجئني يعني تديني اعلى من اللي انا عايزه ما شاء الله. فهو الموضوع ثقة يعني أنا أمشور الموضوع بالنسبة للناس دي هو ثقة بس. لو اديناهم الثقة أعتقد يعني هنلاقي كتير. بتقول سبت النهاية مفتوحة لكن النهايات المفتوحة دايما ما بتحيرنا كمشاهدين. أنا عايزة الرسالة هي دي مفادها نقطة بداية ونقطة نهاية ورسالة تقدم كاملة. ده اتعمل في الفيلم؟ طبعا اتعمل في الفيلم بس انا النهايه مفتوحه ما حبيتش في الاخر اقول لا احنا لازم نعمل كده. لا انا هو ببساطه جدا هو حد فضل يعني ورا البنت. طب اخر حاجه شايف اهتمام الرئيس ايه بهذه الشريحه؟ انا شايفه عندك احساس حلو قوي من جزئيه شفتها ان هو بيقول ما قالش عليها انها عندها نوع من قال انها عندها طبيعه خاصه بالظبط لانها مختلفه لانها مختلفه. الكلمه دي لفتت انتباهي قوي. فانا بحييك قوي على المفردات اللي انت مختارها قوي حتى في الحوار الداخلي ما بين ناس بيكلموا عن هذه الشخصيه. فده يعني يدل على احترامك لهذا النمط. اخر حاجه شايف ان هناك اهتمام مساند لهذه الشريحه؟ طبعا احنا كان في عمل معاق يعني مش كان في تقريبا اتسمى عن طبعا واعتقد اني برضو ان هي تندرج يعني بالظبط يعني لا وهو ده ممكن حتى بيخلي لما انا هقول انا هعمل هسمي العام ده عمل معاق فطبيعي انا ممكن حد ممكن اكون مش في دماغي او ما عنديش حاله قريبه فعمل معاق فهبدا ابص حواليا فهخلي مثلا هشجع حد مثلا كمهرجان مثلا او اي حاجه انه ياخد فيلم زي ده فاتفرجت عليه فلا فانا كده نشاط. انت انتهزت الفرصه. لا خالص والله ما كانتش كده. الحقيقه انا بتمنى لهذا الفيلم انه يحلق الاجواء اكتر من كده بكتير يحصد جوائز ايضا كمان ويكون لديك ايضا كم هائل من الافلام المؤثره بهذا النمط. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا استاذ فكر ابراهيم سلمان مخرج فيلم حدوته جميله. شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام. الحقيقه بقول لكل مشاهدينا تصبحوا على خير سهره جميله وامسيه جميله بتمنعها لحضراتكم وان شاء الله نلقاكم بكره باذن الله في حلقه جديده وحصاد جديد.